ينضم إلينا من دير البلح المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا. أهلا وسهلا بك معنا سيد هشام. بداية، ما هي آخر التقارير التي تتعاملون معها عن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف البنية التحتية الصحية في غزة؟ الواقع نظام الرعاية الصحية خرج عن الخدمة ويعني تعطل بالكامل بعد أن تحولت المستشفيات الرئيسية وغيرها إلى ساحات قتال، تحول جزء منها إلى كوم من الركام. فقدت الأهالي في شمال القطاع نظام الرعاية الصحية الخاص بهم، ونتلقى بشكل شبه يومي نداءات استغاثة من المستشفيات هناك من الأهلي العربي بضرورة تحويل عدد من المرضى أو الجرحى الذين أصيبوا هناك، والذين تستدعي حالتهم إجراء عمليات جراحية ولا يستطيعوا الأطباء هناك إجراء هذه العمليات، ولا بد بالتالي تحويلهم إلى جنوب القطاع. في جنوب القطاع يوجد فقط مستشفيات عديدة يعني قليلة قيد التشغيل، منها مستشفى شهداء الأقصى كما تحدث مراسلكم من هناك، وهي تعاني كانت من شح شديد في الوقود أدى إلى توقف هذه المستشفى إلى بضع ساعات عن العمل. ومستشفى غزة الأوروبي وهو المستشفى الوحيد في قطاع غزة بأكمله الذي يستطيع تقديم خدمات طبية متقدمة حتى اللحظة كإجراء عمليات جراحية وغيره، وهو لا يمكن الوصول إليه بالنسبة للأهالي بشكل كامل. أما في رفح فلا يوجد هناك نظام رعاية صحية باستثناء بعض المستشفيات الميدانية، من ضمنها مستشفى الصليب الأحمر الميداني الذي تم تشغيله قبل أسبوعين تقريبا في جنوب غرب رفح. هناك آلاف المرضى والجرحى الذين تتدهور أوضاعهم الصحية والذين كانوا بصدد الخروج من قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح الحدودي، والذي هي مغلقة الآن منذ قرابة شهر، مما أثر يعني وضعهم في ظروف صحية أسوأ مما كانوا عليه، فضلا عن محدودية الدعم الإنساني الذي تمخض عن تبعات العملية العسكرية التي لا زال يجريها الجيش الإسرائيلي منذ قرابة شهر. نعود إلى المستشفيات الميدانية سيد هشام، ما أعداد هذه المستشفيات؟ تحدثت عن تلك الموجودة في رفح، وما مدى قدرتها على التعامل مع هذا الوضع؟ نعم، التقارير تفيد إلى أنه يوجد في جنوب قطاع غزة قرابة من 5 إلى 7 مستشفيات ميدانية، ولكن هذه المستشفيات تبقى ذات سعة سريرية محدودة. مستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالرغم من أنه مجهز بغرفتي عمليات يستطيع استقبال 200 حالة بشكل يومي، بها تقدم خدمات مختلفة مثل تصوير الأشعة، وهناك هناك قسم كامل لحالات الولادة والأمراض النسائية بالإضافة إلى مختبر كامل، ولكن سعتها السريرية 60 سرير، وبالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تستبدل المستشفيات الميدانية المستشفيات الرئيسية ذات السعة السريرية التي تصل إلى 500 سرير و600 سرير كمستشفى غزة الأوروبي ومجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر. بالرغم من كل المحاولات التي نبذلها من أجل دعم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلا أن هناك التزامات قانونية يجب الوفاء والالتزام بها، وهي تحييد ما تبقى من منظومة الرعاية الصحية من تبعات القتال، ولا بد من السماح للفرق الإنسانية بالوصول إلى قطاع غزة بتوفير التدابير الأمنية اللازمة لها حتى تستطيع التحرك وتكثيف استجابتها. أما وهل ينجح إذا بقي ذلك سيد الوضع على هذا هشام؟ المنوال، هل هناك تحييد إذا حقيقي؟ وهل هي آمنة بمعزل عن الصواريخ التي تستهدف البشر والحجر في مناطق مختلفة من قطاع غزة؟ لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب من بيت حانون إلى رفح، حتى الفرق الإنسانية تواجه تحديات أمنية تحد من قدرتها على تحقيق الاستجابة الإنسانية ذات القيمة الحقيقية على الأرض. ليس فقط يعني الأمر لا يقف عند هذا الحد، ولكن مع استمرار الأعمال القتالية سوف يترجم ذلك إلى حالات أو احتياجات إنسانية غير ملباة، وهذا يوضع على كاهل الفرق الإنسانية ذات الطاقة المحدودة الآن. الحل الإنساني ليس حلاً في هذا يعني بعد 7 أشهر من القتال المستمر، الحل الإنساني ليس حلاً، الحل العسكري ليس حلاً، ووحدها الجهود السياسية هي التي يمكن أن تضع حد لشلال الدماء، كما شهدنا في شهر نوفمبر الماضي على مدار أسبوع من وقف إطلاق نار وتبادل المعتقلين الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين. لذلك تجدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر نداءها بضرورة تحييد المدنيين وتوفير الحماية الفورية والمطلقة لهم،
وإتاحة المجال للمستشفيات بالعمل بحرية وبأمان. ماذا عن الوضع الصحي في الشمال وأخطر ما يتم التعامل معه صحيا هناك عن عملكم ودوركم إلى جانب المنظمات الصحية الأخرى؟ في اعتقادي أخطر شيء بالنسبة للوضع الصحي في الشمال هو عدم إمكانية وصول الأهالي لنظام رعاية طبية فعال، وبالتالي لا تستطيع أيضا الفرق الإنسانية من الوصول إلى شمال قطاع غزة من أجل إجراء التقييمات اللازمة، وبالتالي تشخيص الحالة الصحية بشكل عام غير دقيق. هناك أكيد أمراض متفشية بفعل الحرب، بفعل الصحة العامة المتدنية، بفعل انتشار الأوبئة والموبقات، بفعل سوء التغذية، وبالتالي هذه الحالات كلها لن يتم حتى اللحظة تحديدها أو رصدها بشكل دقيق، وبالتالي لا يوجد نظام رعاية صحية يستطيع التعامل مع هذه الحالات. هذا من جهة. من جهة أخرى، المستشفيات القليلة التي تصارع من أجل تقديم خدمة طبية فدائية إذا جاز التعبير، لابد من استمرار تزويدها بالمستلزمات الطبية، بالأدوية، بالوقود، حتى تستطيع تشغيل مرافقها، وفوق كل ذلك يجب توفير الحماية لها. لا يمكن للطبيب أن يقوم بعلاج حالة مرضية أو إصابة في ظل احتدام قتال في حوله. لقد شهدنا ما حدث في مستشفى كمال عدوان في غضون الأيام القليلة التي مضت، وكذلك مستشفى العودة. وبالمناسبة، مستشفيات العودة في قطاع غزة هي ثاني أكبر مزود للخدمة الصحية بعد وزارة الصحة الفلسطينية. ومستشفاها في شمال قطاع غزة مستشفى ضخم، ولكن للأسف كان محاصر، وكان هناك صعوبة في الوصول الإسعافات إليه في خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي لابد من تمكين المستشفيات من أداء عملها حتى نستطيع أن نحد من الكارثة الوضع الإنساني بشكل عام في قطاع غزة. شكرا لك من دير البلح المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام هنا. شكرا.